انا عندي مشكله مع يوجي دايما في كل خناقه يقول لي عمرك ما هتوردي على جنه. المشكله ان هو عايز كل شهر اديله مرتبي كله عشان خاطر هو ياخد مني الفلوس وهو اللي يصرف على البيت بطريقته. فانا كده بجيب لي بنات، يعني عندي بنتين بجيب لهم كل حاجه، يعني مفيش حاجه هم بيكونوا محتاجينها وانا بتاخر عنهم ابدا. هو دايما يقول لي لا انت عمرك ما هتوردي على جنه، ده حرام. فانا مش عارفه حرام ليه، انا اللي بشتغل وبتعب، هو مرتبه اضعاف مرتبي، لكن هو مش حابب يشوف معايا في الشنطه فلوس. فانا بس كنت حابه اسال، هو اللي بيصرف على البيت؟ هو اللي بيصرف على البيت مش انت؟ بيجيب القليل، بيجيب الحاجات الاحتياجات الضروريه، لكن لو البنات محتاجين حاجه مش بيجيب لهم. فعشان كده بخلي مرتبي معايا، لما بنت تقول لي محتاجه حاجه بجيبها لها، لان لو راحت لباباها عمره ما هيديها حاجه. رد على سناء سريعا، فكره انت عمرك ما هتورد على جنه دي اساسا اللي الناس بتوزعها كده يعني لا طبعا ما اقدرش انه لا الناس بتقولها عادي على طول صح. يعني كانه هو يعني ايه قرر. بص يا فندم رساله لاي حد بيحكم على اي حد بالجنه او بالنار. جنه ربنا يا حبيبي ليس عليها بواب وليس عليها حجاب، ولكن باب الله لا يغلق في وجه احد. وهنضرب مثل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان في من قبلكم رجلان متواخيين متصاحبين، بالبلد بتاعنا حبايب أصحاب، أحدهما به رهق يعني عاصي، والآخر ملتزم ومطيع. واحد ملتزم وواحد عاصي. فكان المطيع أو الملتزم أو العابد كلما قابل العاصي يقول له اتق الله توب إلى الله، كل ما يقابله كفاية ذنوب بقى حرام عليك يا راجل كبرت بقى، كل ما يقابله يديله الاسطوانه دي، كل ما يقابله. فالراجل العاصي زهق منه قال له انت بقى هتذلني كل ما تقابلني، حتى انت نصحت وما يعني وان عليك الا البلاغ. فقام قال له ايه الطائع بقى؟ قال له يعني انت مش هتسمع كلامي؟ قال له لا. قال له طب والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الله الجنه. ده يعني بالبلد المصري دقني هي لو ربنا غفر لك ودقني لو شفت لو شفتك في الجنه قفلها. الله 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 الله. يجي سيدنا النبي يقول فمات قبضهم الله فأوقف بين يدي الله للحساب. فتصور ان ربنا يعاتب الرجل الطائع العابد. قل له عبدي، قال له نعم يا رب. قال له هل بعثتك على الناس رقيبا ام قمت على ما في يدي قادر؟ هل بعثتك على الناس رقيبا؟ انا ما بعتك تحاسب الناس ام كنت على ما في يدي قادر؟ قفلت الجنه في وش اخوك ليه؟ ثم نادى الله النبي بيقول الحديث صحيح، قال لهم يا ملائكتي اذهبوا بالعاصي الى الجنه واما الطائع فزجوه في النار. يا ساتر. سيدنا ابو هريره في تفسير الحديث يقول ايه بقى؟ في تنزيل الحديث يقول هذا الرجل قال كلمه اوبقت دنياه واخرته. ولا احد يستطيع ان يحكم على احد بجنه او بنار يا استاذه حتى الملائكه. يا ساتر. فاكره يا دعاء هانم الراجل اللي قتل 99 نفس طبعا وكمل ال 100؟ جه في نص الطريق وايه؟ ومات. ملائكه النار نزلت بالعده والجهاز بتاعه، وملائكه الجنه خدت العده ونزلت. الجنه تقول ده تبعنا يا جماعه انما نعمله بالنيات، والنار تقول ما فعل خيرا قط. حصل يعني ملائكه الجنه نازلين على اساسهم من الجنه والنار نازلينهم من النار، يبقى دول عارفين دول ده منين وده منين. فاوحى الله الى قيس بين الارضين وكان من اهل الجنه. الشاهد ايه؟ ان الملائكه نفسهم مش عارفين ده تبع الجنه ولا النار. أيوة. الا بامر مين؟ بامر من الله سبحانه وتعالى. ونتمنى لكل الناس ان يدخلوا الجنه. طيب الست اللي هو جوزها عايز ياخد فلوسها كامله، يعني اللي يقول للحد ما مش هتورد على جنه هو اللي مش هتورد على جنه. يا ساتر يا رب. يعني الامر خطير خطير. بالظبط. يعني ما تبقاش كده في السنه او انه يبقى قاعد يعني يتفضل على الناس بتقواه وكده. وما يدريه من يختم له يا استاذه الختام. صحيح صحيح. وما يدريك ان انا سبحان الله. طيب الراجل عايز ياخد فلوس الست كلها، هي بتصرف منها في البيت، بس هو بيقول لها انه ده ذنب كبير عليها. ذنب كبير؟ ده لو قدامي كنت زعلته بصراحه. الاسلام جعل للمرأة، اسمعوني يا ستات، يعني صلاتك مش هتقبل عشان مش بتديله الفلوس، مش عارفة ايه كده. بص يا فندم، ربنا قال الرجال قوامون على النساء، هم عايزين بس بالصوت يغلبوا بس. عارفة السيد بتاع زمان؟ خدي بالك بقى، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. عايز تاخد قوامة وتبقى راجل يبقى بالنفقة. طب أنا مش قادر أنفق، يبقى الست تنفق على البيت بالمعروف بالتكرم بالتفضل. إنما ليس واجبا عليها أن تنفق على البيت. خدي بالك، يعني ربنا ربط القوامة والرجولة بالإنفاق. تمام. كانوا زمان يقولوا يا أستاذة يا تقدر على الست وولادها يا تتخلى من طريقها. حرام عليك.
فهي كونها تنفق على البيت ده انت تقول لها كتر خير على راسي. انما تاخد حاجه غصب عنها ما اخذ بسيف الحياء وخاصه من المراه حرام. ربنا قال ايه؟ فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طب لو مش عن طيب نفس يبقى مال حرام. ولو خدتها غصب عنها ربنا هيحاسبك. بس